بعد اذن حضرتك، انا بصلي، انا شغال في مكان في خنزير بس بصلي فيه. لو هل شغال في فين يا اي فندم؟ معلش حاجه تذكر؟ نعم، شغال فين؟ ما سمعتش. انا شغال يا فندم في مكان فيه خنزير، في خنزير، لحم خنزير. شغال في مكان فيه لحم خنزير. ايوه. مقيم فين الاخ؟ وبصلي، هناك لان ما اقدرش اجمع الخمس صلاة حتى لما اروح البيت يا فندم. طب وحضرتك شغال فين؟ المكان اللي انت فيه فين؟ الاقامه يعني، بلد الاقامه. في امستردام. في امستردام. في تمام، في امستردام حضرتك. ايوه ايوه فندم. والسؤال الثاني، طب عشان انا سال في واحد برضو قال لي، هو راجل متدين، قال لي ما فيش اي ايه في القران ثبتت اللي لا اللي انت حتى لو تشتغل في الخنزير او حتى التاجر فيه حرام، هو بس اكله اللي محرم، دي ايه صريحه. هل الكلام ده فعلا مظبوط يا شيخ عصام ولا في حاجه ثانيه؟ طب يبقى انت كده عندك سؤالين. جزيلا. السؤال الاول، انت بتصلي في المكان اللي هو فيه اللي انت بتعمل فيه وفي لحم خنزير، فانت بتصلي في المكان، صح يا استاذ احمد؟ طيب، والسؤال الثاني اللي هو موضوع بقى التجاره في لحم الخنزير او التجاره في الخنزير، ايوه، حرام ولا حلال ولا الحرمانيه في اكله فقط؟ بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل يا مولانا. السؤال الاول ايه؟ اللي هو بيشتغل في مكان في خنزير بس بيصلي في نفس المكان. طيب، المكان اللي بيصلي فيه فيه نجاسه؟ لا. ايوه، خلاص الصلاه صحيحه. تمام، نقطه من اول السطر. الأولى إني أصلا يبحث عن مكان آخر لو ما يكونش فيه لحم خنزير للبيع. طيب، لو ما فيش يظل، لو فيه يعني أقصد بيت المكان حلال وفي جزء فيه خنزير. أيوة. وبياكلوا الناس اللي بياكلوا الحلال عندهم، فهذه الحالة يبقى إلى أن يجد مكانا آخر خالصا من أي محرم. أيوة. النقطة دي عشان إيه على بعضها. السؤال الثاني بيسأل عن إن حد قال له لا ده الخنزير بس ممكن تتاجر وتعمل لكن ما تاكلوش يعني. السؤال، احنا في الشرع عندنا الزنا حرام. طيب، اللي شغال قواد حكمه ايه؟ ايوه صح، ده ما بيزنيش. ده بيسهل عمليه الزنا. طيب، خد بقى الخمر، من يبيع الخمر ومن يحملها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. ايوه، الربا ملعون. اكله وموكله وكاتبه وشاهديه، يعني كل من له علاقة بالحرام. أصل الكلام ده ممكن أقول يجوز لو ده محرم على فئة ومباح لفئة. يعني إيه؟ أيوة. زي الحرير مثلا، والحرير حرام على ذكور الأمة وحل لنسائها. فممكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بعت لسيدنا عمر فقال له يا رسول الله يعني ليه بعته؟ قال يعني أرسلت لك لتبيعه مش عشان تلبسه. ففي فرق بين حاجة حلال لناس وحرام على ناس، فانا ساعتها يجوز لي شرعا اتاجر فيها لمن يحل له. أيوة. زي الحرير، زي الذهب. الذهب حرام على مين؟ على الرجال. ايوه، حلال للنساء. لكن على الستات، فالجواهرجي بيبيع ليه؟ للستات. ايوه، حرير للستات. خلاص. انما الزنا، الخمر، لحم الخنزير، حرام على كل الامه ولا على نوع منها؟ حرام على كل الامه. نعم، ده تحريم عام، فيحرم هذا الأمر أكلا وتناولا وتعاملا وبيعا وشراء وكل معاملة. تمام، جزاكم الله خيرا. وضحت.